نهاية نيكولا أو دوكاس في المعركة الكبرى. في البداية أقول أن النهاية ستكون سعيدة وكاملة في هذا الموسم، فقد كانت هناك أحداث كثيرة يجب إكمالها وستكتمل في الحلقة الأخيرة، وذلك بسبب تسارع الأحداث والانتقال الزمني كما سنتحدث. فالمعركة المنتظرة ستحصل وقد ظهرت مشاركة السلاجقة والسلطان في هذه المعركة الكبرى، ولكن قبلها سيحصل التالي. ستصل معلومات لعثمان عن قوافل دعم أو ذخيرة قادمة لنيكولا، وحينها عثمان سيهاجمها، وهي المشاهد التي ظهرت بالإعلان الأول بين الأشجار. فقد هاجم عثمان ورجاله قافلة عليها صناديق، وقد جاء في الملخص أن عثمان يهاجم إمدادات الأعداء. وأما بخصوص المعركة الكبيرة وما الخبر المهم القادم من قونيا الذي يقلب الموازين؟ يبدو أولا أن هناك إعداد كبير لهذه المعركة التي ستحصل، فعثمان سيواجه في البداية البيزنطيين لوحده غالبا. ربما يتأخر وصول السلطان قليلا وتتم مواجهة عثمان مع رجال نيكولا، أو يكون هذا الأمر ضمن خطة يقوم بها عثمان لإيقاع البيزنطيين في كمين. يأتي السلطان ويأتي الدعم وسيتم محاصرة رجال نيكولا والقضاء عليهم، فقد ظهر في المعركة عدد كبير قادم لدعم عثمان، وسينتهي برأيي بكل تأكيد دوكاس، وربما ينتهي نيكولا أيضا وإن كنت أتوقع أنه سيستمر لموسم قادم. في نيكولا يتوقع رد عثمان وهو يعلم أن عثمان سينتقم من دوكاس، ولهذا قد يجهز خطة هروب من المعركة كما يحصل دائما. ورأيي إذا لم يطلب ممثل شخصية نيكولا الانفصال عن المسلسل فسيستمر غالبا. وأما بخصوص السلطان السلجوقي سيستمر أيضا، فهو لا يموت الآن بل يعيش حتى نهاية دولة السلاجقة، ولكن ورد هناك تساؤل من الملخص يبدو لي أنه مهما، وهو كما يلي: وعندما يأتي يوم الحرب الكبرى يأتي خبر من قونيا يغير كل الموازين. فما هو هذا الخبر؟ هل يقصدون دعم السلطان لعثمان؟ أم أن السلطان كان مع عثمان واضطر للرجوع إلى قونيا بسبب مشكلة ما؟ وبرأيي يظهر من الصور أن هناك صعوبات تواجه عثمان في المعركة، ولا نعلم هل يكون بعدها وصول الدعم أم العكس. شاركونا رأيكم. وأما بخصوص جوكتوك سيستمر فقد ظهر في المعركة الكبرى، ولو كان سينتهي أو سيحصل معه موقف لحصل قبل المعركة الكبرى، وسنتحدث عن مسألة الجاسوس بعد قليل. هلبا لا تكون حامل، وهل سيكون لدى عثمان ولدين؟ وقبل التفصيل في هذه النقطة أقول أن هناك انتقال زمني في المسلسل، وما يدل على أن هناك تسارع في الأحداث هو إنجاب عثمان للولد. فهناك نقلة قرابة سنة أو أقل قليلا في أحداث الحلقة القادمة، ومن جهة أخرى فقد ظهرت بالا في الإعلان وهي تقول لمالهون: نحن لسنا زوجات عثمان بل نحن أمهات الدولة التي سيتم تأسيسها. وطالما قالت بالا كلمة نحن وجمعت نفسها مع مالهون، فهذا يعني أنها قد أنجبت ولد أيضا أو أنها حامل على الأقل. فهل توافقون الرأي في هذا الأمر؟ أم أنها تتحدث عن شيء معنوي لا يتعلق بالأولاد؟ وكذلك هذا الحديث يعني نهاية الخلافات بين مالهون وبالا، وبعدها ستبدأ مرحلة تعاون بينهم وسيظهر هذا في الموسم القادم. ونيكولا بشكل مؤكد يعطي الأمر للجاسوسة بالقضاء على مالهون وولدها. في البداية برأيي حديث بالا لمالهون في الإعلان يكون بعد كشف مسألة التسميم. ستستغرب مالهون من إمساك بالا للجاسوسة والقضاء عليها، ولهذا يكون حديث بالا بعدها، وبسبب هذا التسارع والانتقال الزمني ستنتهي الجاسوسة زويا بكل تأكيد، فهي لن تمكث أشهر بل سيتم كشفها بشكل سريع، إلا إذا تغيرت واعترفت لعثمان بما طلبه منها نيكولا. وأستبعد هذا الأمر وأرجح كشفها ونهايتها على يد بالا،
خصوصا أن بالا ومرافقتها يراقبونها. وقد ذكر الملخص أن نيكولا أعطى الأمر لزويا بتنفيذ الخطة في القبيلة، وقد تتمكن من القضاء على مرافقة بالا أو غيرها، ولكن الأمر ليس أكيدا وسننتظر ماذا سيحصل. وأما بخصوص المسألة المهمة الأخرى فهل سيكون الولد هو أورخان؟ لا نستطيع الجزم بهذا الأمر كما قلنا سابقا، فقد قلنا قديما أن هناك عدة روايات تاريخية تتحدث عن هذا الأمر. الرواية الأشهر تقول أن أم عثمان هي مال أو مالهون، ولكن هناك رواية أخرى تقول أن الابن الأكبر هو علاء الدين، ولهذا يبقى الأمر وتحديده لبوزداغ، وربما بوزداغ يؤجل مسألة التسمية للموسم القادم وسننتظر الحلقة الأخيرة ونرى. وإليكم الملخص الذي ذكره موقع المسلسل مع عرض الصور التي نشرها الموقع قبل الحرب الكبرى التي أصبحت حتمية مع وصول دوكاس مع جيشه إلى المنطقة. كان عثمان يحظى بدعم أسياد القبائل خلفه، وكان ينتظر قدوم السلطان السلجوقي مسعود مع الجيش. من ناحية أخرى أكمل دوكاس ونيكولا جميع الاستعدادات قبل المعركة الكبرى، حيث اعتقدوا أنها ستدمر الوجود التركي بالكامل في منطقة الحدود. يصل الجيش البيزنطي بأعداد هائلة بمشاركة حكام القلاع والأقاليم مع قوات دوكاس. قبل الحرب الكبرى يخطط عثمان لتغيير التوازن بهجومه على ذخيرة الأعداء، وبينما يضع نيكولا الجاسوسة زويا في القبيلة، زويا تضع خطتها موضع التنفيذ وتستهدف مالهون. وعندما يأتي يوم الحرب الكبرى يأتي خبر من قونيا يغير كل الموازين. ومن جهة أخرى يتلقى عثمان البشارة التي يتوقعها من مالهون، ويشعر بفرح كبير بأخذ ابنه الذي يشتاق إليه بين ذراعيه. انتهى الملخص. لم يصدر هناك تساؤلات من الموقع كما كان يحصل سابقا، ولكن التساؤلات واضحة وقد تحدثنا عنها في مقطعنا هذا والمقطع الماضي. وأختم بأن هناك مسألة تتعلق بالربح وتحقيق دخل جيد يجري تجربتها، وفي حال التأكد من موثوقيتها سأشارككم هذا الأمر. وللاستزادة بخصوص هذا الأمر اشتركوا بقناتنا على التليجرام، وستجدون الرابط في الوصف والتعليق المثبت. نشكركم جميعا على تفاعلكم الرائع، والسلام عليكم.